لا يكون الحديث عن ثقب الأوزون أمرا جديدا، إلا أن الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة تحمل في طياتها اكتشافات مستمرة وتحذيرات متواصلة من خطر اتساع حجم ثقب الأوزون على كوكبنا ومدى تأثيره في مناخ الأرض. فما هي طبقة الأوزون؟ وماذا سيحدث إن ازداد حجم ثقب الأوزون؟ تطلق تسمية الأوزون على المنطقة الموجودة بإحدى طبقات الغلاف الجوي السفلية بارتفاع يصل لنحو 35 ألف كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض. فالأوزون هو شكل خاص من الأكسجين مع الصيغة الكيميائية O3، وجاءت تسمية الأوزون انطلاقا من احتواء هذه الطبقة على نسب مرتفعة جدا من الأكسجين. ثقب الأوزون يقع بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، وتم اكتشافه عام 85. تؤدي طبقة الأوزون دور ستار الحاجب بين سطح الأرض والأشعة فوق البنفسجية، وتمنعها من الوصول إلى الأرض، وبالتالي فهي تمنع هلاك الكائنات الحية بما فيها الغطاء النباتي وتقليل امتصاص جسم الكائن الحي خاصة الإنسان للأشعة فوق البنفسجية وحمايته من الإصابة بالعمى ومختلف أنواع السرطانات. ومع تزايد مخاوف ذوبان جليد القطب الجنوبي بسبب ثقب الأوزون الذي تسبب بالمزيد من الاحترار في المنطقة، على وفق علماء وكالة ناسا، فأن هذه المخاوف تضاعفت بعد قيام بركان هونغا تونغا في المحيط الهادئ عام 2022 الذي أدى لضخ كميات هائلة من المياه في الغلاف الجوي ورفع توقعات اتساع حجم ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية بشكل خطير خلال الخريف الحالي. وتشير الأبحاث التي أجريت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر إلى أن متوسط حجم ثقب الأوزون خلال عام 2023 بلغ 23 مليون و100 ألف كيلومتر مربع، على وفق قياسات سنوية أجرتها وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهو ما يعادل تقريبا حجم أمريكا الشمالية. وتقول أنجي إنيس العالمة البارزة في خدمة مراقبة الغلاف الجوي في كوبرنيكوس أن الكمية الهائلة من بخار الماء التي تم حقنها في الغلاف الجوي نتيجة ثوران البركان قد أدت إلى تكوين متزايد للسحب القطبية، ما يسمح لمركبات الكلور وفلوروكربون بالتفاعل مع الأوزون وتسريع استنفاد طبقته. وللحفاظ على ما تحقق في بروتوكول مونتريال وللحد من تفاقم مشاكل اتساع حجم ثقب الأوزون، دعا علماء مختصون إلى التسريع من عملية التخفيض التدريجي للكربون ومنع استخدام المبيدات الحشرية التي تدخل في إنتاجها مركبات الكلور وفلوروكربون، وزيادة المساحات الخضراء لزيادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وإطلاق الأكسجين، واتباع الطرق الآمنة في التخلص من المخلفات الكيميائية، واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في توليد الطاقة.